يعني راح نقترب أكثر وأكثر من الأخبار اللي موجودة هناك في فلسطين من خلال ضيفتنا لهذا اليوم ميرفت نصر، ناشطة اجتماعية فلسطينية ولكن عمانية القلب. حبيبتي حياك الله معنا، ويعني بداية أكيد سعيدين لوجودك اليوم معنا بالاستوديو ميرفت. الله يحفظك أستاذة، وأنا شاكرة لك هذه الاستضافة في هذا التوقيت. حقيقة أنا أتشكركم جدا 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 على اختياركم لي، لأن فعلا في القلب يعني بجعبتي في قلبي أشياء كثيرة أتحدث عنها، خاصة في هذه الأيام التي نحن نمر فيها في غزة. نعم، يمكن الأخبار اللي تمر علينا يعني مرفت بشكل عام أخبار موجعة جدا من تاريخ يعني أكتوبر ولغاية اليوم، ونحن نمر بكثير من الأخبار الفيديوهات، نحن بعيدين ونحس أن الخبر جالس ياكلنا جالس يقتلنا من الداخل. فخبرينا كذا يعني كونش أنت اليوم يعني من يعني أصول فلسطينية وتمري على هذه الأخبار كلها. طبعا ما في شك هذا الألم يعني من 7 أكتوبر إلى هذه اللحظة نحن يعني نستنزف من الحرقة على أبنائنا وأخواننا وأشقائنا في غزة الحبيبة، وبالتحديد غزة يعني فلسطين كلها مكلومة، فلسطين كلها يعني جريحة منذ من 1814 ونحن جرحى من هذا الاحتلال وهذا الاستعمار. يعني مما شك فيه أنه نحن الآن كل الدول العربية كشعوب تتحدث بهذه المأساة التي تمر فيها غزة، ولكن الوجع عربي قبل أن يكون هناك وجع غزي أو فلسطيني بصورة عامة، الوجع عربي. لكن يعني سبحان الله يعني هم مرابطين إلى يوم الدين. هذه هي شريعة الحياة في غزة أو في فلسطين بصورة عامة. الحمد لله كفلسطين الناس أقوياء صابرين محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والإشكالية تقع الآن في طرق يعني تعذيب الاستعمار لهم، الاحتلال يعني طرق شنيعة في تعذيب الناس العامة العاديين، هذول السكان الأصليين لغزة اللي تشردوا من الشمال إلى الجنوب. هذا الألم اللي ما زال لحد هذه اللحظة إحنا قاعدين نشوف على شاشات التلفزيون، نحاول نشارك بكل ما نقدر بس عشان نوصل أصواتنا في السوشيال ميديا في الإذاعات مع حضرتك أستاذ، غير الإذاعات حاولت أتواصل معهم. الوجع عربي بحت، ونحن شايفين أنه في غزة التهجر والنازحين والتعب والإرهاق اللي باين على وجوههم. الآن إحنا وصلنا إلى هذه الأيام في من 7 أكتوبر إلى هذه اللحظة 30 أكتوبر، والشعب الغزي قاعد يدفع الثمن. بالضبط. لماذا؟ يعني إحنا الآن في عندنا مواجهة، المواجهة تكون في أرض المعركة عادة، في أرض المعركة تكون عادة، هنا أرض المعركة نساء وأطفال، نساء وأطفال، كادر طبي، صحافة وأعلام. طبعا نحن نعرف ونعي جيدا أن أنواع القوانين تقول وتنص على أن جرائم الحرب تحدث في 3 حالات، إذا كان القصف على الإعلام، إذا كان القصف على المستشفيات، وإذا كان القصف أيضا على النساء والأطفال. نعم. العزل عفوا. يعني الآن يعني في وجع عربي في داخل على أهلنا في غزة وطريقة النازحين. تخيلي لك أن تتخيلي المساحة غزة التي تعتبر هي يعني السجن الوحيد في العالم المفتوح. تخيلي بلد فياته هالعالم كله، لا حق العودة، لا حق في الغذاء مثل العالم والناس، لا حق في السفر. هذا الغزي مواطن مجروح. أنا الآن أتكلم معاك كمرفت نصر، في السابق كان جواز سفري غزاوي لمدة 2 سنين، كل 2 سنين أجدده لأني أنا غزي أدفع تكاليف هذا الجواز يعني ما يعادل 100 ريال عماني كل 2 سنين. تعذبت إلى أن الحمد لله رب العالمين وأنا في هذه الدولة يعني عشت وترعرعت وتولدت في سلطنة عمان. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن أعطاني حرية أني أتحدث عن رأيي، ولكن كغزاوية أني أتكلم في مناطق أخرى هناك حرمان في هذا أني أتكلم في حقي أو في أتكلم في حرية الرأي وأعبر عنها. الإشكالية تقع الآن لأنه هذا الشعب الأعزل قاعد يدفع ثمن غالي، نساء وأطفاله جرحى، الطريقة الحيوانية التي يتعامل فيها العدو مع هذه الأطفال هي التي نحن نعتبرها شيء بالنسبة لنا مؤلم عندما نرى في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أتحدث الآن عن جريمة وجرائم كثيرة يعني منذ أن قام الاحتلال باستعمار هذه الدولة اللي هي فلسطين إلى هذه اللحظة، وهم يدفعون الثمن غاليا. هم في حقهم أنهم يعيشوا، وإحنا في حقنا إحنا نعيش، احنا من حقنا ان نعيش. الان احنا قاعدين نشوف نص اهلينا، انا ابن عمي استشهد من 2 3 ايام، الان ابن عمي استشهد لانه بس يعني امور الله يعلم وين كان، ايش كان يسوي ايش ما يسوي، كذاك راح.
احنا الان هذول الشهداء عند ربهم يرزقون، بينما هذاك الحثاله اللي قاعدين يموتوا، عفوا هذه الكلمه كانهم يعني عفوا ما يقول كلمه الاذاعه لانه اذاعه شبيبه اذاعه راقيه، بس هم كلاب، سامحيني اقول هذه الكلمه، هم كلاب، هم كلاب. يعني الرجل عندما يقاتل يقاتل في ساحه المعارك، وما رايناه البارحه كان فعلا معركه، والحمد لله رب العالمين. انا اتكلم بكل صراحه، نحن ندعم المقاومه، احنا كغزاويين عارفين ان المقاومه ظهرت من هذا المجتمع، ظهرت من هذا المجتمع المكلوم. كل بيت انت شفتي الان نص الاطفال ما عندها لا ابهات ولا امهات، بالضبط، عوائل ابيدت. هذا الوجع اللي انا اتحدث عنه الان، يمكن انا بعيده وانا في سلطنه عمان لا املك غير الصوت والكلمه حتى اصلها الى مسامع الجميع حتى يعرف ويعي، والحمد لله رب العالمين. في سلطنه عمان الناس تعرف جيدا، والحمد لله سمحت المفتي، اذا سمحت المفتي يعني كان الوحيد اللي في البدايه داعم لهذه القضيه، هو ويعني وكل اخواننا واخواتنا في شعبنا الحبيب العماني، يعني والموقف العماني الحر الاصيل يعني في التحدث عبر مواقع التواصل ايضا اثبت للعالم اثناء ما تحدث وزير الخارجيه بان حماس حركه مقاومه، هي فعلا حركه مقاومه وليست حركات اخرى تمثل اشياء اخرى. ما اريد انطق اي كلمه تمثل هذه المقاومه لانها مقاومه شريفه، تبحث دائما عن ابعاد الاستعمار، وتبحث ايضا. تعرفي انت الان لما تشوفي مساحه غزه هذه وحدها وتفكري كيف مساحه فلسطين كيف كانت، ومساحه غزه اللي هي السجن هذا بالنسبه لهم اللي ما احتلته اسرائيل، هي كانت اسرائيل داخل غزه ولكنها خرجوا بسبب ان هناك في مقاومه. حتى بعد ما سووا الجدار الحاجز، هذا الجدار الوهمي اللي حطوه علشان يمنعوا اي احد يدخل على غزه ولا حد يطلع من غزه، اصبحنا نحن نعامل كعرب ومسلمين نعامل معامله دون ما هي دون المستوى، على فكره دون المستوى. الان الغزي اذا كان الحين باغي يطلع يتعالج، هذول الاطفال اللي قاسين جرحى داخل ايش ذنبهم؟ ما قادرين يدخلوا اماكن اخرى انهم يتعالجوا؟ كل هذا انت تشوفيني الان امامك، انا الحين اتحدث، انا اتحدث بصوره كغزاويه، ولكن انا افتخر بان هويتي عمانيه. لازم اتحدث بكل صدر رحب واتحدث بكل من كل قلبي علشان المستمع يعرف ان مرفت في السوشيال ميديا لما تتكلم وتحط عن فلسطين وتتكلم عن غزه تعرف انها دمها في حرقه على هذا البلد، وتعودت اني انا احب وطني في عمان. هي الحرقه مشتركه يعني مرفت، اذا نتكلم اليوم عن الحرقه لفلسطين بشكل عام يعني ولغزه ايضا والاطفال النساء اللي موجودين هناك، هي قضيه عربيه، قضيه اسلاميه، قضيه انسانيه. يعني يمكن اللي شفنا بعض الدول الغربيه وانت شفتي الفيديوهات اللي انتشرت والتضامن اللي موجود، إنسان يحس يشعر في الواقع الإعلام. هي إسرائيل هذه الدولة المحتلة على ماذا بنت كل هذا الاستعمار؟ بنته على أساس إعلامي منذ البداية، أثناء ما كتب صحفي أن هناك وطن يصلح أن يكون للإسرائيليين. من هم الإسرائيليين؟ إسرائيل هي دولة، اليهود هي ديانة، الصهاينة هذه حركة، وهذه الحركة دعمها هذاك الصحفي، قال أنتم كصهاينة يحق لكم أنكم تعيشوا في هذاك الوطن، هذاك الوطن ترابه خصب، بحره يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. كل هذه المقومات جعلت من فلسطين محط أنظار الصهاينة وحركتهم الصهيونية. وعلى فكرة لا في أي أمر يعني يقول لك أنه في صراع، ما صراع علشان بناء هيكل مزعوم وبقرات الخمسة الآن منتشر على وضع البقر. كل هذه الأمور يعني هم كصهاينة ابتكروها واخترعوها في راسهم. أصلا من هم الصهاينة؟ من هم اليهود؟ كان أتكلم على اليهود أولا عشان المستمع يعرف أن اليهود هذه الديانة من أيام النبي عليه السلام، ولكن الصهاينة ذي حركة. هذه الحركة بعد ما صار هذا الاستعمار بدأت تتأصل فيهم، يطلعوا لك هذه العائلة، يطلعوا لك كل مرة مخطط، نحن نعمل هيكل، نحن نكسر الأقصى. هل تعلمي أن الأقصى الآن مبني على أنفاق للصهاينة، كلها غارزينها أنفاق حتى في سبيل إنهم في لحظة من اللحظات ممكن يهدوا الأقصى. عدك ساعة مين بيتكلم العرب؟ تعرفي إيش يعني هذا؟ هذا وحدة في حد ذاته مأساة بتكون. المفروض نحن نعامل الأقصى كمعاملتنا لمكة المكرمة، نعامل الأقصى كالكعبة، نعامل أولى القبلتين. يجب أن يعي المستمع الآن إن إحنا كلنا حبنا وتأييدنا ونصرتنا لأهل غزة هو من نابع ديني لنا لهذا المكان، مكان إسراء والمعراج الذي أسرع عليه محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. نرجع لموضوع الصهاينة وحركتهم المزعومة، هذا كله كلام فاضي وفارغ، والدليل على أنه زعزعتهم ولا من, من, من أول ما نشأت حركة الصهاينة إلى هذه اللحظة لم يستطيع المستعمر أن يقيم أكثر من 8 عاما. ولو لاحظتي بعض الأمور في السوشيال ميديا تقول لك 8 عاما، هذه الدولة لا تكتمل، لا تصل، كل ما تصل 8 عاما تجيهم عدم المؤاخذة كلمة اللعنة وتسحقهم من أول وجديد.
نحن الآن يجب أن نعرف أن حركة المقاومة اللي تحدث في غزة هي عبارة عن يعني دفاع عن النفس. هي شرارة الانفتاح خلاص. لازم احنا الحين ندعم هذا الأمر. الإعلام عندهم كصهاينة شجعهم، هم عندهم يملكوا من الصحافة سكاي نيوز ما أدري أكثر من مجال عندهم في الإعلام، يعني رسخوا هذا حتى يخدمهم. كل ما كانت الحرب إعلامية مزورة كل ما نجحوا وحققوا أهدافهم. والدليل الأسيرة اللي خرجت من فترة من تحت أيادي المقاومة، هذه الأسيرة يعني احنا تكلمت في قنوات كثيرة وقالت اني انا عاملوني بمعاملة جيدة. هذا هي معاملة الأسير في الإسلام، هذه معاملة الأسير، خاصة النساء والأطفال والشيوخ. لا يقتل، لا يعني لا يتم قتلهم، لأنه هذا النبي حرص يعني حرص انه يبثه في جميع غزواته. انزين، لما طلعت الإسرائيلية من ضمن الأسرى هذيلة قالت اني عاملوني بلطف واعطوني الدواء واكلت مما اكلوا. ونحن مسلمين وخبروها المقاومة. أنا أتكلم على أشياء كذا رتوش. أيوة. بس شوف الإعلام الإسرائيلي في إحدى الجرائد سكاي نيوز كتبوا إن عاملوها بعنف وشوشوا الصورة، حتى صور الأطفال اللي حطوها. تخيلي حتى هو هذا وزير الدفاع الإسرائيلي ما أريد أذكر اسمه قال إن إحنا قطعونا رؤوس 40 طفل. تخيلي 40 طفل إذا قطعوا رؤوسهم. هذا التلاعب اللي كان موجود. هل يعقل أنا أصدق 40 طفل قتلتهم حماس ولا قتلتهم المقاومة ولا قتلتهم حتى لو كان واحد عادي عابر في الشارع؟ ما بيروم يقتل 40 دقيقة أستاذة. أيوة. شوف الحرب الإعلامية، ولكن خسروها. وخسروها فعلا. خسروها لماذا؟ لأنه إحنا الآن جيلنا اللي قالوا جيل الببجي وجيل الضرابة وجيل البرجر. أيوة. لا الحمد لله هذا الجيل واعي. الحمد لله هذا الجيل وضح لكل شعوب العالم إن نحن في الإعلام في الترجمة المقاطع المترجمة بالضبط. المقاطع تخيلي انقطاع النت هذاك الفترة اللي صارت في غزة من يومين أربع كم ساعة كانت هذا الانقطاع، نكلوا فيهم تنكيل رهيب لدرجة إنهم كانوا ناويين يقصفوا المستشفى غير المعمداني اللي هو مستشفى مسيحي. أيوه. وعلى فكرة الحراك الغربي ما صار إلا بعد ما انقصف المستشفى المعمداني اللي هو بالضبط. ثالث هذا المستشفى داخل الكنيسة، هي ثالث أقدم كنيسة في العالم. فلك أن تتخيل الآن أصبح صراع الأديان، ونحن دائما يعني نحن الرسول آخى ما بيننا نحن المسيح والمسلمين، ولكن في وجهة نظر الحين توصل للمستمع أمامك في فلسطين. الحمد لله رب العالمين ما في لا كلمة مسلم ولا مسيحي هناك، كلمة فلسطيني غزي، فلسطيني من بيت لحم، فلسطيني من الناصرة، كلهم إيد واحدة، كلهم إيد واحدة. علشان كذا لما نقول لما انهدمت الكنيسة انثار الشعب المسيحي خارج فلسطين وتكلموا. هنا بدأ الغرب يشعر بكمية الخطورة التي وجهها العدو على المسيحي والمسلم. معاي؟ احنا الحين احنا في 2023، المصيبة ما هنا، المصيبة الحراك الإنساني، الحراك الإنساني اللي أعتبره شبه ميت. 20 شاحنة صحفيين يدخلوا داخل، تخيلي صحفي يغتال، صحافي يعني شبكات قنوات كبيرة ضخمة كالجزيرة يغتال، أحد كل عائلتهم لواء للدحدوح. هل هذا يعقل؟ هذا وحده كفيل بأن يقول يعني هم يحاولوا يبردوا غلهم في العامة في الشعب الأعزل في حق الكلمة كذا، هم بيضعفوا بيكسروا شوكة وائل الدحدوح، رح يتوقف ورح يعتزل. بس ما توقف. لا هو أزاد اصطرار. هذه هي سبحان الله، هذا العدو سبحان الله يعني الله كاتب له أنه ينذل في بلدنا وينذل في غزة على إيد المقاومة. والمقاومة ترى تعتبر، أنا سألوني ناس صحفيين في عمان قالوا لي إيش كذاك يعني بعض الناس يعني إيش رأيكم في وضع حماس؟ حماس ترى لما حد يقول عن المقاومة ولا يقول كلمة حماس هذا يعني احنا في غزة ما في عندنا هذا التفكير، ما نفكر ان حماس مقاومة ولا قتلني. لا احنا عندنا قرار ان هذه المقاومة جاءت من كل بيت غزي استشهد فيه والد او والدة او واحد من هذه الاطفال كبروا الى ان اصبحوا هم جنود لهذه المقاومة. وانا كمرفت نصر اتحدث الان امام اذاعة الشبيبة، انا في نصرة هذه المقاومة وانا في نصرة ابناء شعبي وانا في نصرة كل هذه الامور كلها في سبيل حاجة واحدة بس، ينكسر هذا الجدار اللي بنته اسرائيل، الجدار اللي من 2017 الى هذه اللحظة مانع ابناء الشعب انهم حتى يقدروا يشوفوا القدس. تخيلي انت 300 كيلومتر 3 ساعات من اقصاها الى اقصاها تقطعيها كلها غزة بثلاث ساعات، كل هذا الدمار في منطقة انا اقدر اسوق فيها سيارتي 300 متر يعني 3 ساعات، 365 كيلو متر مربع يا غزة وانتوا قاعدين تتنكلوا فيه. تخيلي انا اروح صحار يعني كذا من هنا لين صحار، تخيلي
الوضع جدا يعني مؤلم، الناس قاعدة تعتصر هناك، الأمهات بطل حدا يقول وين، يعني ما في. تخيلي أنا أتخيل نفسي أنا والله يعني فترة لحد هذه اللحظة بس أجمع أنا وأولادي أقول حق زوجي مش قادرة، أظلني أعيط، وكنت يعني حتى فؤادي يعني ما قادرة. ليش؟ أنا خايفة يعني في إشي، يعني أولادنا قاعدين يتهنوا وهناك قاعدين ينعصروا ويموتوا بالأسلحة المحرمة، وغير عن هذا الجنين اللي ما لها علاقة في غزة، يعني يبردوا كما يقولوا يبردوا اليهود فؤادهم بقتل العزل في جنين. البارحة 4-6 حالات استشهاد في جنين. يعني الحرب الإعلامية، أنا أشكر كل واحد في السوشيال ميديا، شبابنا وبناتنا في عمان وفي دول الخليج، في كل الناس اللي قاعدة تشوفنا الآن على اللايف تبعكم أستاذة، الحمد لله رب العالمين. نحن هذا الجيل بالعكس، هذا الجيل أرقى وأقوى وأكثر علما وثقافا بما يحدث في الشارع العربي. بالضبط مثل ما ذكرتي، يعني يمكن اليوم يعني الفترة اللي أمانة الواحد يشرب ويأكل، ف ما مرتاحين، كيف أنا أكل وأشرب وغيري يعني ما قادر حتى أنه يأكل ويشرب؟ يعني صحيح. جدا جدا صعب أن اللقمة تمر عليك، صعب أنك أنت اليوم تشرب ماي، صعب أنك أنت اليوم تستشعر السعادة أمانة. يعني يمكن الفترة الأخيرة في أحد يقولك أنا خلاص أحس نفسي بدخل كآبة من كثر الحزن اللي جالس يعني يعول على قلبي، ولكن إحنا اليوم واجبنا ترى أن نوقف مع أخواننا في فلسطين، نوقف مع أخواننا في غزة. إذا إحنا ما وقفنا معهم ولو بالكلمات ولو بالصور، اللي البعض يشوف أن الشيء هين وبسيط بس هو أبدا لا هين ولا بسيط نهائيا. فنحن ما نعرف كمية الأشياء اللي نحن اليوم نعملها فقط من أجل دعم هذه القضية. الحمد لله رب العالمين، طالما أنه نحن في عنا هذه الثقافة اللي موجودة في شبابنا. وعلى فكرة يمكن أنا أغلب الحسابات اللي صرت أتابعها من خلال من أول حرب الطوفان أو طوفان غزة طوفان أو القدس الأقصى لحد هذه اللحظة، وأنا صرت أتابع حسابات لشباب فلسطينيين ينقلوا الحدث، يحاولوا يسكروا حساباتهم، يحاولوا يمرمطوا حساباتهم، يحاولوا يعذبوهم بأقصى أنواع التعذيب، يعني اللي هو تعذيب غلق الصفحات. حتى أنا غلقوا لي صفحتي الآن، مغلق عن اللايف 30 يوم. كل هذا في عندهم أكثر من مجال للتواصل، عارفين أن شركة ميتا تدعمها المنكوبة وعارفين أن شركات الثانية كما اليوتيوب وهذا كلها تدعمها شركات هذه. فإحنا للأسف يعني كان في عندنا هذاك التوعية من زمان إنه هذه كلياتها كانت لعبة مفبركة. بس أحمد الله ممكن يعني رب ضارة النافعة، سبحان الله إحنا اكتشفنا في مواقع التواصل هذه، يعني نشروا الرسالة وبثوا كل هذه كلها. يعني إحنا كيف بنعرف الأحداث في غزة؟ بالضبط، يعني ما كل اللي يصدر في الإعلام ترى صحيح. يعني في إعلام أحيانا يقول لك إحنا الناصر هذا والناصر وإحنا معاهم، وآخر شيء يصور لك مواقع القصف وما أدري إيش، ويصور لك مواقع إطلاق صواريخ من غزة ويكشف مواقع المقاومة. هي ليش سموها مقاومة؟ على فكرة يعني أرجع لحديث الآن، كل العالم في الجزائر كان في مقاومة، بلد المليون شهيد، ها في ليبيا كان في مقاومة، في مصر كان في مقاومة، في الأردن كان في يعني كل الأماكن اللي كانت محتلة في مقاومة. وعلى فكرة يعني الأمور اللي هي اللي يؤيدها النظام القانوني في العالم يقول لك كل يعني كل دولة لها مقاومة، هذا الشيء يعني صريح وهذا الشيء مصرح فيه إن كل مكان فيه استعمار لازم يكون يواجهه مقاومة، ولا كيف صارت الشعوب حرة؟ الهند مدري من كلها مناطق كانت مقاومة. أنا عجبتني في كلمة يعني يقول لك ليس بالشرط أن تكون أنت مسلم حتى يعني تتعاطف مع قضية فلسطين أو غزة بصورة خاصة، يجب أن تكون إنسان يا ناس، إنسان يشعر إنسان. وأنا أشوف أماكن مقيمة احتفالات ما أريد أذكر، أماكن قاسة تسويني وأنا ما قادرة، أني أمور قاسة تصير وأنا ما قادرة أعبر، هذه إنسانية. شوف إحنا لما نشوف قبل فترة صار في موقف بلد من البلدان كلب الله يعزك يعني تعور كذا، وصحافة وإعلام صورين ذاك الكلب، تعالوا شوفي أطفال غزة اللي قاعدين يترموا بالذبح والقتل وبأفظع جرائم الحرب اللي تحصل فيهم وبأقوى أنواع القصف بالفسفور المحرم. كل الأسلحة جابوها عشان يقتلوا شعب في مساحة 300 متر مربع، بس شعب قوي. شعب ليش؟ لماذا كان شعب قوي؟ أول حاجة هم مرابطين إلى يوم الدين، ثاني حاجة لأنه كل بيت فيه مكلومة، كل بيت فيه أرملة، كل بيت فيه أيتام، كل بيت فيه ناس متعذبة، هذول البيوت كلها حتضلها ساكتة؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى جعل هذه يعني جعل فلسطين هكذا. وإن شاء الله أنا بقول لكم حاجة،
النصر قريب ترى يا جماعة بإذن الله تعالى. النصر قريب، طالما إحنا الحين وصلنا لهذا اليوم 30 أكتوبر وما قدرت إسرائيل ها تقدر تدخل غزة، والله ما يشوفوا منها شبر. إحنا كم يوم الحين وعلى هذه الأيام كلها من طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يدخل حتى شبر، والخسائر التي يتكبدها العدو إلى هذه اللحظة تكفيه وتغنيه علشان يعرف إنه هو عدو فاشل، وجعلناهم أكثر مالا وأقل نفيرا. كل ما قتلناهم إن شاء الله بيقتلهم كلهم، بيموتوا لأنهم الله سبحانه وتعالى جعلهم أقل ناس أقل عدد وجعلهم أكثر مال. هذا مالهم الحين قاعدين يخسروا بالمليارات سبب المقاطعة اللي أنا أشكر فيها كل شاب وشابة سواء كان في عمان أو في دول الخليج أو في دول العربية كلها أو حتى في العالم كله. هذه المقاطعة ترى يسموها السلاح الناعم، لأنه عارفين أنه هي تحقق أشياء ممكن إحنا نشوفها صغيرة، ولكن على مدى هذه الأيام أصبحت شفتي أنت بنفسك. اليوم كان في مقاطعة على الانستغرام لمدة 24 ساعة ويوم كامل. أيوه. هذه المقاطعة يعني عشان يبدأ أنه يحسوا آه والله هذه إحنا نقاطع يفترض فعلا ما نحن نقدر، لأنه في صوت حق قاعد يوصل لنا لازم ننشر عنه وننقل الحدث. يمكن نحن الله جعلنا في بلد ينشر السلام، عمان بلد التسامح، ها عمان يمكن أنا أقول لك البلد اللي أكثر، وما إذا أقول البلد الوحيد لأنه الكويت كمان نفس الموقف. نعم. عمان ودولة الكويت لها موقف مشرف في هذه القضية، لها موقف مشرف من هذه القضية، بدءا من مولانا صاحب الجلالة الله يحفظه ويطول بعمره إلى معالي وزير الخارجية سيد بدر إلى سماحة المفتي جزاه الله ألف خير، وإلى وقفة الشعب كله يدا بيد من أجل نصرة أخواننا في فلسطين والدعاء لهم سواء في ليالي التهجد. أختي العزيزة إحنا في عمان، أنا كفلسطينية مولودة في هذه السلطنة أنا أقول لك أنا تعلمت أني أعبر عن حبي لوطني وتمسكي بوطني وأرضي الأم من هذه البلد. لما أفتح كنت صف الأول ابتدائي بلاد العرب أوطاني في منهج السلطنة، فهذا وحده بنفسه يخليني الآن أقف أمامك وأنا معتزة بهويتي العمانية وبدم الغزي، وأقول لك إن شاء الله النصر قريب بإذن الله نلمح مشاعر النصر من أعين الناس وصبرهم واحتسابهم. طبعا اللي راحوا شهداء عند ربهم يرزقون، طبعا لازم في أشياء يقول لك يعني هذه لا تسمى ضحايا، هذه ضريبة، ضريبة إنك أنت راح تحصل على يعني الآن أنت في المدرسة تدرس إلى أن تنجح في الثانوية العامة، ضريبة سهرك اجتهادك حرصك انك تتابع عشان تنجح. الان احنا قاعدين شعبنا يستنزف هذه الدماء الطاهره، الكادر الصحي مهلك جدا. لم شوفي القنوات تنشر هذه المجازر، الناس وحدها اللي في الشمال ما عارف وين اهله في الجنوب، اللي هنا ما عارف. انا ضليتني يعني احنا في عندنا جروب لعماتي وعمامي، انا اشوف اسال دعواتكم، ما اشوف كلمه والله يا احنا تعبانين يا عمتي واحنا لا، دعواتكم يا عمتي الحمد لله يا عمتي اوكي يا عمي. هذا يعني هذا وحده كفيل انه اقول لك هذاك الشعب لا يشكو بأس، بأسهم هو العدو هذا وان شاء الله يتخلصوا منه في اقرب باذن الله تعالى. يمكن سبقتيني في السؤال اللي ودي اطرحه، يعني دائما يمكن الواحد فعلا قلبه يكون معلق في غزه والناس اللي موجودين هناك، يعني كنت ودي اسالش يعني عن تواصلش معاهم مباشره كيف، خصوصا مع انقطاع الانترنت والاوضاع اللي هم جالسين يعيشونها حاليا. صحيح، احنا عرفنا يعني خبر وفاه استشهاد ابن عمي من الفيسبوك، وبنت عمي دكتوره نسرين خبرتني على طول في الواتساب، انا كنت مع والدي في المستشفى، فلما خبرتني انا يعني ما صعقت، لانه انت سبحان الله يعني لما يروح شهيد من العائله بتحس انه كان الله يبرد قلب امه، بس انا اقول الله يبرد قلب امه امين، مع انه الله سبحانه وتعالى عندما يختار فلان شهيد يعرف كيف الله سبحانه وتعالى يسكب يعني السلوى والاطمئنان على قلب الام. فلو تلاحظي الامهات اللي بيستشهدوا اولادهم هناك يعني بيعبروا في نفس اللحظه بتلاقيها هدت خلاص، ايوه الله اكبر، ايش يا رب هالحب هذا، ايش يا رب الحب هذا. أنا لما أستشعر هذه الأشياء أقول يعني الله يكون في عونها زوجة عمي الله يرحمه، حتى عمي يعني كمان توفى قبله، بس أنا أقول الحين على كيف التواصل، إحنا عنا جروب مسويينه في الواتساب، فأنا دخلت معهم بالنيابة عن والدي كأنه والدي أنا موجود، لما يريد يراسلهم يراسلهم من تلفوني وأنا براويكية. كل مرة عمتي واحدة منهم تقول عمتي ابتسام تقول الحمد لله يا عمتي، بس أهم شيء دعواتكم دعوا لنا، ولا الناس صابرة ومحتسبة. أنا أعرف زميلنا هنا في عمان غزاوي نفس الشيء مثلنا، وجه له تحية هو بالمدام، أهلهم قصفوا لهم بيتهم، قصفوا بيت جيرانهم، كل بيت جيرانهم استشهدوا، يعني عوائل أبيدت من السجل المدني، شو هذا؟ يعني كل هذا والعالم لسه ما تحرك؟ هو العالم ليش ما يتحرك؟ أنا بخبرك أغلب الشعوب التي استعمرت حررت نفسها بنفسها،
إلا الشعوب الأوروبية هذه، لأن شعوب أوروبية عارفين مصالحهم في بعض، نصهم صهاينة نصهم على بديش أقول كلمة كفار بس هم يعني نصهم هيك، فكلهم بيشتركوا مع بعض في جرائمهم زي حرب أوكرانيا. مين كان يدعمها؟ إسرائيل. يعني مين كان يوجهها؟ إسرائيل. الآن حتى الحين لما شافوا الاستعمار وشافوا الأمور هذه كلها صار الكل بده يدعم إسرائيل، لأنه عارفين إسرائيل هي اللي تدعمهم بكل حاجة. أيوة تعب هذا. أصلا إسرائيل وين يسكنوا عادة؟ في إسرائيل عرب، في يهوديين عرب عفوا في سوريا، في حواف المدن يعقوم كذاك آخر الدنيا، في مصر متشتتين وما حد يعاملهم معاملة طيبة، لأنه عارفينهم أنهم أكثر الناس غدرا وأكثر الناس لؤما وأحقر الناس معاملة، وعارفين أنه هذا للناس أبادهم فلان علشان هم كذاك. يعني هي الإشارة جاتهم من نابليون بونابرت في حرب فرنسا، قال لهم يلا أنا بسوي لكم اطلعوا من عندي. فتخيلي من نابليون بونابرت إلى هذه اللحظة نحن صرنا نعاني فيهم. نعم والله إحنا اللي نتبلى فيهم، هم أصلا معقوقين في كل دول أوروبا، جيوا تلموا في ذاك الوطن والحمد لله رب العالمين. من إيجابيات المقاومة أيضا هذه أنا أذكرها الآن، هي هروب المستعمرين وهروب الناس اللي كانت عارفة أنه هذا مش وطنها. يا عمي هذول جايين بس يشموا هوا عندنا في غزة، المطارات اللي عفوا في القدس، هم إحنا أولى في القدس، إحنا أولى كعرب ومسلمين، كعرب إحنا أولى فعلا. أنا وين أنت بدأ إحنا نروح العمرة نعتمر ونروح نصلي كم ركعة في القدس في الأقصى؟ الله إحنا ما نقدر ليش؟ عشان الحين كان زمان لما دخلوا اليهود إيش يسويوا؟ يشتروا أراضي، ما كانوا يعرفوا الناس الفلسطينيين كذا. أنت لو تقعدي مع ناس في فلسطين هاك تحسي كديش الناس بسيطة على نياتهم، على نياتهم تعال نشتري أرضك يبيع يشتري أرضك صار أوه فجأة لقوا نص الأراضي مبيوعة اللي جنب الأخ، إلا من رحم ربي، إلا اللي عندهم مفاتيح، نص المسيحيين نص المسلمين عندهم مفاتيح بيوتهم لحد هذه اللحظة، اللي منهم في الأردن اللي بأمريكا متشتتين ترى الفلسطينية وما عندهم حق العودة أغلبهم. منهم أنا رحت غزة في حياتي مرة واحدة، كنت صف الخامس، طلعنا من عمان احترمونا على فكرة، بدي أقول هذه الإشارة. لما كنت صف الخامس طلعت مع أمي وأبوي وإخواني، أبوي وصلنا إلى معبر جسر الملك حسين، لما وصلنا أبوي ما دخلوه لأنه أبوي ما إله حق عودة، أبوي غزاوي. إحنا دخلنا مع أمي، أبوي وقع لنا ورقة ورحنا مع أمي. لما دخلنا على غزة استقبلنا سيدي وعمي الدكتور نصر، تعالي نوصل إحنا وكلها شجر برتقال، الشارع كله شجر برتقال. وصلنا على بيت جدي واستقبلنا دار عمي. في غزة كان في يهود بس هربوا لأنه ما قدروا لهم، ما قدروا لأهل غزة، ما عرفوا كيف يصابوهم يعني عارفين هذا الشعب أو هذه المنطقة بالذات يعني ماشي يعني ما بدنا المحتل، إحنا نقاوم المحتل. فأقول لعمي إيش هذا يعني مين هدول؟ قال هدول اليهود. فصار عمي كل شيء يعني حد ينازعنا سكتوا يجيكم اليهود، اقعدوا يجيكم اليهود. هذا يعني صار في عنا زي بيقول لي خوف من احنا اطفال. انا سمعت البارحه من يومين حتى استشهدت طفله بسبب الخوف من هذا الموضوع. ما سهل هي نفسيا. من هذه النقطه اقول لك لما شافوا جوازاتنا ان احنا مواليد سلطنه عمان مسقط، هذه مولوده في مسقط الله يرحمه مولانا جلاله السلطان قابوس أعز الرجال والأنقاهم، حتى في جوازاتنا كلمة سلطنة عمان تعمل لهم هيبة ديلة. والله العظيم إحنا ونروح يعني واقدين راح أولاد عمي الله يرحمه عمي محمد نصر أولاده نفس الشيء، لما نروح يعاملونا بكل أدب عشان إحنا جايين من عمان، حتى لو إحنا أولاد جوازاتنا غزاوية بس إحنا ما مقيمين في عمانها في غزة. الحمد لله لين أنا ما كبرت وعشت وترعرعت من طفولتي من 76 لحد هذه اللحظة أنا أمامك الحمد لله. بس الوضع وقتها يعني مرفت كيف كان؟ كان والله إيش أقول لك، هو الانتفاضات تتفاوت، مرة انتفاضة مرة انتفاضة هنا مرة انتفاضة هنا، الشعب ما قادر يتحمل يعيش بهذه الطريقة. تخيلي أنا الحين مثلا في بيتي وتجي واحدة تقول لي أنا ساكنة في بيتك يلا اطلع برا، يا سلام يا سلام. وهذا صار في القدس، صار في القدس، طلعوهم من بيتهم قاعد يقولوا إيه انت ليش سرقت بيتي؟ يقولها هذا بيتي خلاص إذا ما أنا سرقته في أحد ثاني بيسرقه. يا سلام أنا أحتاج هذه الفكرة أوصلها لكل عربي مسلم. الحمد لله هنا في غيرة، هنا في غيرة، والدليل شفت الشعوب اللي طلعت في كل العالم، الله على مليونية العراق، الله على مليونية الأردن، الله على الناس في عمان كيف طلعت من المساجد ما شاء الله. هذا كله ترى التأييد من الشعوب، دليل قاطع عندما تحرك الشعوب يكون هناك حراك سريع. شوفي أمريكا الآن بدأت تخاف لكن ما في أي حراك من طرفها إلا أن يكون في حراكة. شوفي بس هي تصريحات، كلها تصريحات، الناس ما ترى بطلت تقنعها التصريحات. هذا القلق خلوه حالكم، شربوا لكم حبتين أدول وناموا،
بس هذا القلق ابعدوه. شوفوا الحين محتاجين بس هي ممرات الإنسانية لدخول هذه المساعدات. والله لو دخلت المساعدات بتنتعش المقاومة، بتحس ان الشعب صار بخير اقوى على الاقل. الناس قاعدة تاكل زيت وزعتر وخبز يعني جنوب البيت، ما عندنا مشكلة عادي، هذا من يومهم كذاك الشعب عايش. حتى احنا بالبيت انا مرات بشتاق لأكل الفلسطيني، لكن لازم يكون في ممرات إنسانية. أنا يعني كل مرة بيجيني الحوار بطرق لحوار آخر، حتى إني أنا أبين لك قديش إنه نحن في داخلنا أمور كثيرة بدنا نتكلم عنها، بس الصوت هل بيوصل لأمريكا؟ بيوصل لفلان؟ بيوصل لعلا؟ ما بيوصل لأي مكان ألا بيوصل حل مجتمعنا العربي اللي إن شاء الله تعالى في مطالبات الآن حصلت في دول كثير خليجية تكلمت إنه يجب إيقاف الحرب. طب إيقاف الحرب ليش؟ كيف؟ متى؟ وين؟ يا أخي اسعوا لحصول هدنة، اسعوا لحصول هدنة. لما طلبوا الهدنة رفضوا يحققوا المطالب، إذا نعيش يا حرب. شو هي مطالبنا؟ تعرفي إنه في ناس أسيرين المحكمة الإسرائيلية كيف تحكم عليهم؟ لقد تم الحكم على فلان فلان 1,000,000 سنة. الله، والله العظيم في حكم على هذا بسجن 150 سنة، هذا 67 68 سنة، 80 سنة. هذه أحكام على شعب فلسطيني. من يومين مسكين طفل في جنين هو ماشي مع والده، أخذوه طفل من صف وطلعوه. سلامات، واجد أمور قاعدة تصير في حقوق الطفل هناك، قاعدة تنتهك حقوق الطفل، أمور قاعدة تنتهك حقوق الإنسان، أمور قاعدة تنتهك الإمرأة، الإمرأة سواء كان المسيحية ولا المسلمة في فلسطين. الكنيسة المعمداني اللي تفجرت هذه، هذه بروحها وحدها عالم، هذه كلها أطفال مسلمين بروحوا يأكلوا فيها، كلها كان ناس نازحين. وكان من يومين كان مفروض يقصفوا مستشفى. الله لا يقدرهم إن شاء الله ويشلهم. يعني كل مرة يحاولوا إنهم يثبتوا بس أي ذريعة، تحت المستشفى في مقاومة. أوه، أنت كيف اكتشفت؟ ومسوين لي فوتوشوب كذا وخرائط كذا وحطين تحت المستشفى في مقاومة. ولك أصلا أنا بدي أقول كلمة لكل المستمعين، فلينصدم الدنيا وتنصدم العالم كله، المقاومة في نصها في القدس، المقاومة نصها في فلسطين نفسها اللي فيها، اللي فيها الاحتلال، نصها في أماكن المستعمرات. لأنه هذا الإشي صار له من 2017، من أول ما سكروا الجدار وقبله بكم سنة وهم شغالين على المقاومة. هذه المقاومة جات من الصفر، فخليها تسعى وخليهم إن شاء الله. بس إحنا نسأل الله السلام لهم جميعا، ونسأل الله أن يكون هناك حل لإدخال الأمور الإنسانية، الممرات الإنسانية، الأكل، الغذاء، الدواء. ما ترشوا لي 20 كرتون في شحنة، ما المقاطرة مقطورة على 20 كرتون، ما يكفي. هذا الأمر جرحني واجد، جرحني واجد. وانا عارفه دول الخليج قادره، ودول الخليج قادره، ودول الخليج قادره، وفي عندهم بدل المطار كمان مطارات ثانيه، مطار العريش، اماكن اخرى اكثر واسرع انهم يستجيبوا من اجل توصيل المساعدات الانسانيه عبر الممرات الانسانيه اللي راح تكون ان شاء الله. انا بقول يعني يمكن هي مساله وقت، لكن هذا الوقت متى؟ الوقت اللي جالسين هيك الناس اللي هناك، يعني الناس قاعده تباد، 200 و208 يعني تقريبا 2 مليون فوق ال 11 ألف استشهدوا، أطفال أغلبهم ونساء. تركيز على أطفال ونساء لأنه عارفين أن الصوت غدا راح يكون لهم، الصوت غدا راح يكون لهم. لما كانوا جايين في ال 48 و 67 وهاي المجازر اللي سووها إسرائيل ويهود قبل لا يعني يتوطنوا في فلسطين، كان هدفهم أول حاجة إيش هو؟ الاستعمار. بعد الاستعمار قتل صوت الحق، وهذه الأطفال هم اللي بيطالبوا بكرة في حقوقهم. كلهم هذول الحين اللي صاروا الآن دكاترة، واللي صاروا علماء، واللي صاروا واللي صاروا الآن، هذول اللي قاعدين يبادوا حتى ما يجيهم بكرة عدو. وهي دولة إسرائيل لن يعني إلى أن تقوم الساعة لن تثبت على أرض أكثر من 8 عاما، قريبا إن شاء الله نهايتهم بإذن الله تعالى. وأكيد نتمنى النصرة لإخوانا وهنا في فلسطين. يمكن مربط عشان الوقت، إيش الكلمة اللي ممكن اليوم من قلب مربط نفسه يعني توجهين عبر الأثير؟ كان اسمها فلسطين والآن اسمها فلسطين، وغدا ستكون فلسطين، وغدا ستكون فلسطين. يميدني قشعريرة حتى أنا قشعر جسمي والله. شكرا. أنا بدي أقول كلمة بس، هي قولي والله، هو جهاد نصر أو استشهاد بإذن الله تعالى. وأكيد النصر لي أخوانا في فلسطين. يمكن اليوم مشاعر شمانة وصلت مرفت لجميع المستمعين المتابعين. أنا قلت يمكن هالصوت ما حد يقدر يوصله كثر ما تقدر اليوم مرفت توصله عبر الأثير لفلسطين، وخصوصا يمكن لشخص فقد ناس موجودين هناك، لشخص له جذورة في فلسطين بالتحديد وفي غزة، لناس عنده أهله، لناس عنده ناس اللي موجودين هناك اللي جالسين أمانة يقاتلوا ويكافحوا من أجل الحياة وأيضا من أجل نصرة فلسطين. شكرا اليوم وجودك معنا عبر الأثير.
شكرا استاذه حبيبتي، وانا شاكره لك هذه الاستضافه، وحبيت اني يعني اوجه تحيه لبنات عمي حتى في مستشفيات غزه، المرابطات لهذه اللحظه في المستشفى، الله يعطيهم الصحه والعافيه، ولكل بنات عمي في السلطنه، وربي يحفظك ان شاء الله ويطول بعمرك. امين يا رب. شكرا. بارك الله فيك.